أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم فتحت هذا العشب بصراحة ما شاء الله تبارك الله، أذهلني الإنتاج داخل هذا العشب. الآن سوف نقوم بفتح العشب ومشاهدة الإنتاج وعدد الفراخ الموجودة داخل هذا العشب. واللهم صل على النبي. وهيا بنا. طبعا نقوم بفتح العشب بحذر. هذه الأنثى وهذه الفراخ وأيضا هذا البيض الموجود داخل العشب. أولا ضروري أن نخرج الأنثى. ما شاء الله تبارك الله، يوجد فراخ كثيرة داخل العشب، ولكن يوجد فراخ صغيرة تعبانة شكلها. سبع فراخ. ويوجد أربع ست بيضات، ولكن شكلها البيض فاسد لأن الأنثى كانت تضع البيض، وما زال البيض الأول داخل العشب. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي، إنتاج ما شاء الله تبارك الله. ولكن نصيحة، أي شخص عنده مثل هذا الإنتاج في العشب ويلاحظ أن الأنثى مثلا لا تطعم الفراخ بشكل جيد، فمن الأفضل هو أن نقوم بنقل الفراخ، بعض الفراخ، إلى عشب ثاني، لأن إذا كانت الفراخ كثيرة فإن الأنثى لا تستطيع أن تطعم الفراخ بشكل جيد. طبعا الفراخ تكون عددها كثير، ولكن إذا لاحظنا أن الأنثى والذكر يطعم الفراخ بشكل جيد فلا بأس، يعني لا يوجد مشكلة. ولكن إذا لاحظنا أن الفراخ مثلا الفراخ الصغيرة جائعة، هذا الحمد لله يعني تمام، لكن إذا لاحظنا أن الفراخ الصغيرة جائعة لا تأكل بشكل جيد وصحتها تعبانة، وأن نقوم بنقل الفراخ الصغيرة أو حتى الفراخ الكبيرة إلى عشب ثاني يوجد فراخ بنفس العمر، هذا حتى لا نخسر الإنتاج في العشب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الفراخ ما زالت صغيرة، يعني لم يظهر ريش ولا نعرف
نوعية الألوان أو نوعية الفراخ نفسها. طبعا ما شاء الله نلاحظ ان الام تطعم الفراخ بشكل جيد. ولكن نلاحظ ان الفراخ الصغيرة تحتاج عناية اكثر. ولكن ايضا نلاحظ ان الام تطعم الفراخ الصغيرة ايضا. وهذا البيض من الأفضل أن نفحص البيض، وإذا كان يوجد بيض غير مخصب نزيل هذا البيض من العش ونترك البيض المخصب فقط. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.